الحمد لله الذي من علينا بالفضائل وأتحفنا بالمكارم ومن علينا بحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم. حياكم الله وبياكم في حلقة جديدة من برنامج فقه العصر. ما زلنا في فقه العصر، ولكن لا بد للمؤمن أن يتذكر أن هنالك مواسم للطاعات، وجملة المواسم هو شهر شعبان. ولست أغوص فيما يتعلق بالفضائل غير أن ما نبه عليه الصلاة والسلام مما يتناسب مع عصرنا اليوم هو حين سئل عن شعبان فقال: ذلك شهر يغفل الناس عنه وترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. مما ميز أو أعطاه عليه الصلاة والسلام ميزة لهذا الشهر هو كونه شهر يغفل الناس فيه، هو بين رجب الذي فيه أيضا عناية وفيه شهر محرم وفيه نوع من الدعوة إلى إكرامه بالصالحات وتعميره بالقربات، وبين رمضان، فبين هذا وهذا يغفل الناس عن شعبان. ولكن شعبان له ميزة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر منه الصيام وكان له فضائل إلى آخر ما هو معروف. ولكن ما يهمني كما قلت هي تلك العبارة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه. من هنا نلفت أن كلما غفل الناس عن شيء وتنبه له من أراد الله له أن يتنبه، يعني خصه بعنايته ونبهه بفضله، تكون له ميزة مضاعفة أضعافا لا يعلمها إلا الله. لو ذهبنا إلى ميزة مثلا الزمان أو المكان، مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا في شرف المكان قوله: من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال: كتب له ألف ألف حسنة ومحيت عنه ألف ألف سيئة ورفع كذلك. الذي يميز لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الذي يعرف أنه حين يدخل الإنسان أو يقول هذه ورد أنه يكون له عشر حسنات، وفي رواية كأنما أعتق إذا قال عشر مرات أعتق عشر رقاب وهكذا. طيب لماذا هذه الميزة في السوق دون غيره؟ قالوا: لأن شر البلاد أسواقها، والسوق يغلب عليه الابتعاد عن ذكر الله عز وجل، فالناس يضربون فيه التجارات وينشغلون فيه بالملذات والأعمال، يبتعدون ابتعادا كاملا عن ذكر الله عز وجل، فغالب أمرهم يتعلق بالدنيا، بل الغالب الأعم، حتى أن الله مدح رجالا قال: لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فالتجارة والبيع بطبيعتها تلهي عن ذكر الله بطبيعتها، أن الإنسان حتى أحيانا ينكر قلبه إذا دخل السوق أو ظل فيه. فلما كان المكان ليس فيه ذكر الله، فتميز هذا الشخص بذكر الله عز وجل وفضله، كان له هذه المزية، هذه المضاعفة التي قد تصل من عشر حسنات في غيرها إلى أنه في السوق وصل إلى مليون. لماذا؟ لأن السوق فيه مضاعفة. لما أنت ذكرت الله تعالى دون غيره في مكان لا يذكر فيه إلا الله تعالى إلا أنت، كان له هذه الميزة المضاعفة. نعم، فاصل ونكمل إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك كان ذكر الله تعالى في أوقات الغفلة يكون له شرف الزمان، يشرف الزمان به، فبالتالي في سواء كان في الزمان أو المكان أو الأشخاص، لما يذكر الله تعالى أو يميز بذكر الله والتقرب إلى الله في وقت غفلة، سواء اشتهر ذلك الفضل من الأزمان أو الأماكن أو الأشخاص، يكون له ميزة أفضل من غيره مطلقا أو لخصوصية فيه، لأنه لا يتفطن لها أكثر الناس فينشغلون بالمشهور عنه، ويكون لهذا الشخص تحصيل وفضل لا يلتفت له سواه. ضربت مثلا في المكان، لما مكان لا يذكر فيه الله عز وجل غالبا وتذكر الله يكون للأجر مبالغة، قد يصل إلى أضعاف مضاعفة كثيرة، كما ذكرنا في ذكر معين في ذكر السوق. ولذلك كان كثير من العلماء يستحبون إحياء ما بين العشاءين، بين المغرب والعشاء، قالوا لأنه ساعة غفلة الناس تغفل عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صلى صلاة العشاء وأخرها كما هو معروف إلى الثلث الأول من الليل، قال لا ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم. ففي هذه الساعة لا يوجد على أهل الأرض من ينتظر هذه الصلاة غيركم، فأنتم إذن أفضل أهل الأرض الآن. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام في الساعة الغفلة وهو القيام في وسط الليل، النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الليلة فكن، لأنه تفرد في الزمان، ذلك فضل الصلاة الليل كما هو معروف. وكذلك كما قلنا في المكان، حتى أنه ورد: إن الله ليضحك ممن يذكره في السوق، يضحك أي يفرح به، وإذا ضحك الله لعبد حرم عليه النار كما في بعض الآثار. وكذلك المواقف، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاثة يحبهم الله، قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل، يعني لو تنطي ما قد يقول لك أنا مش قد ما تعبت، فوضعوا رؤوسهم، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي. فهذا هو يحبهم، لأنها تعبوا، لكن حبه لهذا أشد تعبه، وقال من دونهم، شوف، لأنه الآن ميزه، الناس نائمون وهو قائم يذكر الله تعالى، يتملقه يتلو آياته ويقيم الصلاة، شوف، لأنه ميزة ميزه. أيضا قال: وقوم كانوا في سرية فانهزموا، فتقدم أحدهم فلقي العدو فصبر حتى قتل. إذن هذا لما هرب الناس هو قام، لما خاف الناس هو تقوى بالله عز وجل فصبر، فهذا يحبه الله عز وجل لتميزه. وتميز ثالث هذا في المواقف، وذكر أيضا: قوم جاءهم سائل فسألهم فلم يعطوه فانفرد أحدهم حتى أعطاه سرا. جاء واحد يسأل وضعه صادق، وليس مما نعرف اليوم بالشواحيذ والسائلين، هؤلاء أصبحت عندهم تجارة، لا نعني هذا، هؤلاء لا يجوز إعطائهم، لكن واحد جاء يعرفه القوم صدقه وحاجته فسألهم، قال: يا جماعة أنا واقع بضيق وكذا، فكلهم ما أعطوه، هذا قام من دونهم. هذا تمييز المواقف. لما ذكرنا تمييز الأماكن والأوقات والأشخاص، هنا أيضا يتميز المواقف والأشخاص في مثل هذه، فقام هو وأعطاه سرا وميز نفسه بهذا فنال هذا الفضل. ولذلك هذه المواقف أيضا تأتينا في هذه الفتن، في الحديث: القابض على دينه، أي في الفتن، له أجر شهيد، وفي رواية غير ذلك أكثر من ذاك. هذا لأنه في وقت الفتن الغريب كما قال: وسيعود غريبا. لما الإنسان الآن أصبح السرقة هي الشائعة، ويأتي واحد عفيف أمين، فهو غريب بين هؤلاء، فبالتالي هذا هو المميز لهم، فطوبى للغرباء، طوبى لهذا. الناس اليوم يعدون التمسك بالدين تخلفا أو غربة أو ابتعادا أو خروجا عن المألوف، فطوبى للغرباء.
لأنه امتاز بتمسكه دون غيره، فطوبى للغرباء. وهكذا يأتي هذا التميز، حتى أنه قام قال سيد الشهداء حمزة: ورجل قام إلى قوم أو إلى حاكم فقال له اتق الله فقتله، لأنه تميز بموقف دون الآخرين الباقين الساكتين على هذا الحاكم الظالم، لا ينكرون منكرا ولا يعرفون معروفا ولا يردون على هذا الظالم. والأمة إذا لم تقل للظالم يا ظالم فقد تودع منها. هذا قام فقال له اتق الله فقتله، فهو مثل سيد الشهداء، مثل حمزة رضي الله تعالى عن سيدنا حمزة وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لأنه تمسك في وقت الفتن، في وقت المحنة. ولذلك أيضا ورد في الحديث: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد، له أجر شهيد. الذي يحيي سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام في مكان غفلة، في وقت غفلة، في زمان غفلة، يحيي هذه السنة له أجر الشهيد، حتى ولو لم يعني ولو مات على فراشه فهو في منزلة الشهداء. حتى أنه يحكى عن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه دخل الحمام، وقبل الحمام يعني المشترك، فلم ينزع المئزر، لأنه بلغه حديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه لا ينزع أي الإنسان رداءه إلا في بيته، أو هكذا ورد. فرأى أن الله تعالى رفعه منازل لإحيائه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام. والأغرب من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر أقوام سيأتون بعده للصحابة الكرام، وقطعا الصحابة أفضل القرون، يعني قطعا أدناهم هو أفضل من خيرنا وممن جاء من بعدهم عند جمهور العلماء. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر الأقوام التي تأتي فيقول: للعامل منهم أجر 50 منكم. يقول للصحابة، طبعا الأجر لا ليس له علاقة بالمقام، يعني أحيانا إنسان واحد أجر كثير ولكن مقام غيره أعلى لقربه من النبي صلى الله عليه وسلم لامتيازه وهكذا، يعني التفصيل في هذا يطول. لكن فقال للعامل منهم، يعني هؤلاء الذين سيأتون بعدكم، يعني نحن اليوم عصرنا والقبلنا والبعدنا غير عصر القرون الصحابة، له العامل فيهم والمتمسك بدينه والمستمر على منهج الحق له أجر 50 منكم. قالوا: يا رسول الله، منا أم منهم؟ يعني 50 منهم لو منا؟ قال: لا، منكم. تعجب الصحابة، ليش؟ قال: لأنكم تجدون عوانا على الخير ولا يجدون. نأخذ هذا السؤال ونكمل إن شاء الله. محمود من بغداد، حياك الله. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله. شيخ بس بدي أسألك سؤال. اي تفضل. الحب حلال ولا حرام؟ ايش؟ قل لي حلال ولا حرام؟ شنو؟ الحب حلال ولا حرام؟ ها الحب. هو الحب ليس مقدورا للإنسان، يعني هو ليس حلال ولا حرام. شلون؟ ها الآن أجاوبك إن شاء الله. عندك سؤال آخر حتى أفصل لك، بس عندك سؤال آخر؟ لو النبي عليه افضل الصلاه والسلام ايش قال؟ ايش قال؟ عن السيده خديجه: ان الله رزقني حبها. صحيح. الحب رزق. صحيح. صح ولا لا؟ مدى اقول لك هو الحب لا حلال ولا حرام، ليش؟ الحب ليس بمقدور الانسان. يعني هسه انت الان الله تعالى يكلف الانسان بما هو بمقدوره. لكن أن تحب، ليش قال لك يحشر المرء مع من أحب؟ أن تأخذ بمقدمات الحب وبثماره. كيف هسه أفسرك إياها؟ الإنسان أحيانا يشوف شغلة يحبها، يشوف شغلة يبغضها، هو لا يتحكم بقلبه، ولكن يحاسبه الله على الأخذ بمقدمات الحب. يعني لو مثلا رأى امرأة لا تنبغي له، لا تحل له، فقام يسترسل برؤيتها والتقرب لها وإدخالها في باله، إلى أن هذه المقدمات حرام. ليش؟ لأن نتيجتها سيكون تعلق قلبه بها فينهاه. لذلك ليش يقول لك لا تحب الظالمين، لا تحب الباطل، يعني لا تستهويه وتستلذ وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. كره هو الله، كره الإنسان ما يستطيع أن يكره، لكن هو لما يمشي في درب الصلاح يأخذ بمقدماته يصل إليه. هاي وحدة، هاي بالمقدمات، الحساب على المقدمات. أجيك الثانية، الحساب على الثمار. الإنسان حب ما ينبغي، يعني حب امرأة وراح طلبها بالحلال لزوجته، مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم رزق حب السيدة عائشة رضي الله عنها، حبها وخذها، ها ما بيشي.
لكن الإنسان أحيانا يحب ما لا ينبغي له، يحب وحدة مثلا متزوجة، وحدة هي ليست له حلال مثلا، بس وياها. فالآن الله يحاسبه على أنه مثلا راح أخذ موعد وياها، نسق وياها، كلمها إلى آخره، خربها على زوجها، قال أحبها، قل لا، الله يحاسبك على هذا، لأن هذا بمقدورك، الثمار بمقدورك، المقدمات بمقدورك. أما الحب نفسه الإنسان لا يستطيع أن يحب أو أن يبغض إلا إذا استرسل بمقدمات خاطئة أو مقدمات صحيحة. وهنا أقول لك الإنسان كحب بالعكس، الإنسان قد يؤجر على الحب، وقد إذا كان صحيحا، يعني حبه لزوجته، لأمه، لأبيه، لإخوانه، حب للصالحين، حب لأهل الخير، حب للمعروف، هذا كل داخل في طيب سريرته ونقاء قلبه وطهارة معدنه. بالعكس هذا هو الأصل، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي وولدي والدي والناس أجمعين. وذكر أحب، قال معروف في الآية حين يقدم الإنسان محبة الله ورسوله على كل شيء، لكن هذا الحب العقلي وحب قلبي أفصل فيه، لكن هذا هو الفكرة. تفضل. شكرا شيخ، حياك الله وبياك. طيب، وهنا أيضا كما نقول أيضا أكمل، هنالك حب عقلي وحب قلبي قبل أن أسترسل فيه. سيدنا عمر رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يؤمن أحدكم حتى قال حتى أكون أحب إليه من نفسي وولدي والدي والناس أجمعين، قال والله لأنت أحب إلي من ولدي ووالدي وأهلي إلا نفسي. فقال لا يا عمر، حتى نفسك. فتفكر هنيها قال حتى نفسي. هنا هذا يسموه الحب العقلي، الإنسان يفكر أنه لو تعارضت مصلحته مع مصلحة النبي صلى الله عليه وسلم راح يقدم على كل شيء إلا نفسه. قال إلا نفسي، قال خلاص، إذن إذا تعارض مصلحتي ومصلحتك أقدم محبتك ومصلحتك على مصلحتي، فهذا حب. كما الإنسان أحيانا يحب الدواء مع مرارته، لما يعني هو يأخذ يروح يعني أو يسوي عملية وهو يتعذب بها ويتألم منها، لكن عقله يقتضي أن يدفع فلوس ومصاريف حتى يسويها. وبالتالي هذا حب عقلي يقتضي أن يحب سواء أحب. لكن الحب القلبي، إحنا الصلاة الآن مجبور إنسان يفعلها ويؤجر عليها، نعم، ولكن لو فعلها بحب وتشوق وخشوع طبعا الأجر ضربة في 10% إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وعبادة الله على الحب غير عبادة الله خوفا وطمعا. يعني الإنسان لما يعبد الله على محبة طبعا غير، هو على الخوف والطاعة مأجور، يقول لك والله أنا خاف من النار أريد الجنة، هو مأجور، ولكن أن يعبد الله على محبة هذا عبادة الصالحين الصفوة، عبادة المخلصين. أن يحب، وذلك حين الله تعالى قال حبب إليهم الإيمان زينه في قلوبهم كره إليهم الكفر، دل على أن الحب والكره هو من الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، لأن يقلبهم كما لم يؤمنوا به أول مرة كما في الآية، يقلب القلوب كي يرجحك كأنه لا شيء. وبالتالي الإنسان هذا أمر خارج عن إرادته، الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وبالوسع الإنسان هو أن لا يحب ولا يقبل، لا، ليس من وسعه، لكن أن يأخذ بمقدمات هذا الحب أو يأخذ بآثار هذا بمقدورة. ولذلك في الحديث من حب فعف فمات مات شهيدا. يعني واحد يحب امرأة مثلا، ولكن هذه المرأة تزوجت فعفة، لا راح تبين، لا راح تجاوز الحدود، لا راح، راحت هذه المرأة فعفة، فإذا به قتله حبه فمات شهيدا. نعم، في بعض يعني أسانيدي ضعف وفي بعض يتقوى كما قيل بعضهم، الشاهد وإن كان الشاهد لا، لكن لما عفة لم يتجاوز المحرم أجر شهيدا. نأخذ اتصال، حياكم الله وبياكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. تحياتنا لحضرتك وتحياتنا لقناة السمرة الموقرة. حياكم الله وبياكم. أنا أم تركي من بغداد فضيلة. كل الهلا، حياك الله، ضيف دائم، حياك الله. الله يسلمك فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، أنبياء الله سبحانه وتعالى من، تسمعني فضيلة الشيخ؟ أسمعش واضح، أسمعش واضح. نعم. أنبياء الله سبحانه وتعالى من زمن سيدنا نوح إلى عليه السلام إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
يصبحون أنبياء بنزول الملائكة عليهم، والدليل بالنسبة لنبينا محمد سيدنا جبريل عليه السلام نزل عليه. ما يخص سيدنا زكريا، نبي الله زكريا، عندنا الآية الكريمة 39 من سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، إن الله يبشرك بيحيى، وإلى آخر الآية صدق الله العظيم. هل فضيلة الشيخ أنه نبي الله زكريا هو ذكر بالقرآن في عدة آيات، لكن هل أن نبينا زكريا أصبح نبيا بموجب فقط أنه كان يصلي في المحراب ونادته الملائكة وبهذه الطريقة أصبح نبيا، أم هناك قصة أخرى لا نعرفها؟ نعم، جزاك الله خير. ولدي سؤال آخر فضيلة نعم الشيخ. نعم تفضلي تفضلي. بالنسبة إلى نبينا يحيى ابن نبينا زكريا عليهم السلام، هل صحيح أنه قتل على يد أحد الملوك في ذلك الزمان، لأن ذلك الملك طلب منه أن يوافق على زواج الملك ببنت أخيه؟ نعم. يعني راد الملك أن يتزوج بنت أخيه فلم يوافق نبي الله يحيى، فتزوجها رغم ذلك وقتل نبينا يحيى. هل صحيح هذه القصة فضيلة الشيخ؟ نعم. ولك جزيل الشكر والتقدير والاحترام. حياكم الله وبياكم كل الهدى. طيب، يعني ابتداء جزاكم الله خير، الأنبياء يعرفون كما تفضلت هو بنزول الوحي إليهم، وهذه علامة وأمارة الأنبياء. حتى نفرق، هنالك نبي وهنالك رسول. طبعا هناك خلاف، يعني كلاهما ينزل عليه الوحي، وهناك خلاف التفرقة. الذي أراه راجحا في هذا الباب والله تعالى أعلى وأعلم، هو أن الرسول صاحب كتاب ومنهج، يعني كالأنبياء سيدنا إبراهيم، سيدنا موسى، سيدنا عيسى، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعليهم جميعا. النبي مثل العالم، هو لا يأتي بشرع جديد، إنما يأتي يصحح الانحرافات. يعني لما يأتي سيدنا مثلا موسى، أتى بعد يوشع، جاء أتى بعد الأنبياء، لما ينحرف الناس يأتي هذا النبي، لا يأتي بشرع جديد، إنما يتمسك بشرع سيدنا موسى، ولكن الناس تنحرف فيرجع يصحح. شلون العلماء ورثة الأنبياء وليس ورثة المرسلين، هنا ربما هكذا. فهو يقوم مقام النبي، حتى ورد وإن كان حديث ضعيف أو موضوع، ولكن معناه صحيح. علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل من هذه الزاوية، أنه هم يقومون بمقام التصحيح للانحرافات، تثبيت الناس على المنهج وهكذا، وهذا هو منهج الأنبياء عموما. هو كلهم أوتوا الوحي. طبعا نادته الملائكة وهو قائم يصلي، لا يعني أنه فقط عند ذلك صار نبيا، لا، هو نبي قبل هذا وهذا مستمر، لكن القرآن دا يتحدث عن حالة معينة، وإلا هو أكيد نبي قبل هذه الحالة وكان يأتيه الوحي. ولكن هنا في سؤال الله عز وجل أن يرزقه ولد، كما في الآية التي هي في هذا الباب مشهورة: اشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا، وقام يتوسل إلى الله تعالى في محرابه. في مقام الإجابة أتى السؤال، لما كان يسأل الله تعالى في محراب الدعاء، نادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، فجاءه الجواب وهو قائم. هو لا يعني هذا أنه لا يوجد غيره، وليس تعلق الأمر بالوحي في هذه الحالة، قطعا أكو قبلها وأكو وراها، ولكن الله تعالى يحدثنا عن إكرامه للأنبياء وعن آلية وكيفية ولادة سيدنا عيسى وكذلك ولادة سيدنا يحيى. أما قتله فنعم، قتله أحد الملوك، وهنالك أخبار إسرائيليات لا نعلم، يعني كما لا يخفى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. آلية قتله وسبب قتل الأنبياء، يعني لقتل سيدنا يحيى، يعني لا نعرف حقيقة الدقة، ولكن لا أستسيغ نقل هذه الروايات. ما ذكرت هي رواية من الروايات، وهنالك روايات أخرى، لكن ربما القدر المشترك في هذه الروايات أن ملكا قتله، وقيل أن امرأة باغية دفعت أحدهم بمال لأنها يعني رأت منه خصومة معينة لأنها على الباطل، فدفعت فأعطت مال كما نقول لقاتل فذهب فقتله، وهكذا، وقيل غير ذلك. لكن قطعا هم قتلوا
سيدنا يحيى المتفق عليه والمعروف أنه قتل وهو أيضا كان سيدا وحصورا، لم يقرب النساء كما هو معروف في الآية صريحة في هذا الباب، لكن حقيقة الرواية الأخرى هي رواية إسرائيلية قد لا نستسيغ نقلها لأنها لم تثبت على الأقل عندنا بسند صحيح. جزاك الله خيرا. نرجع إلى موضوعنا، كما نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى للغرباء، وفي رواية قيل ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون ما إذا فسد أو يصلحون إذا فسد الناس، يصلحون مصلحين إذا فسد الناس، يعني هذا الذي ميز أن غالب الناس يكونون على الفساد في المعتقد، في السلوك، في الأخلاقيات، في التعاملات، لكن في السياسة، لكن هؤلاء مميزون عن غيرهم، فطوبى لهم إذا صلح وفسد الناس. وفي صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار عن النبي عليه الصلاة والسلام قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. نعم، نأخذ أبو سيف، حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياكم الله. إذا ما قلت نحن رايد تفصيل بالنسبة لصلاة القصر والجمع السفر، يعني أنا مثلا في أربيل. نعم. وردت أطلع صلاح الدين. تمام. أذن الظهر، فأني أصلي جمع تقديم ظهر عصر. أذن الظهر هنا. ظهر بعد صلاة العصر شلون بالطريق؟ أذن الظهر هنا لو هناك أنت. ومن أصل، من أصل إلى يعني مكان الإقامة. من أصل إلى مكان الإقامة بالنسبة للصلاة. أظل يعني دائما بس أجمع له، أجمع وأقصر. مثلا أقدم مثلا خلينا نقول المغرب ويا العشاء، والعشاء آخرها ويا المغرب العفو آخرها ويا العشاء، أو أقدم العشاء المغرب بقية الأيام مثلا، يعني باقي خمس أيام مثلا. إن شاء الله، إن شاء الله فصلك يا بإذن الله، إن شاء الله، إن شاء الله. حياك الله، حياك. طيب، إذن العبادة كما قلنا في الحديث في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبادة في الهرج. الهرج يعني هذا الذي نراه اليوم، اختلط الحابل بالنابل، تشابه الأمر، فالعبادة في الهرج كالهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه هاجر، لأن هنا فعلا هجرة بأخلاقه وسلوكه دون الناس. والإمام أحمد خرجه بلفظ العبادة في الفتنة كالهجرة إليه، وكلاهما في معنى واحد، الفتنة أو الهرج. سبب أن الناس في زمن الفتنة يتبعون أهواءهم، لا يرجعون إلى دين الله، فيكون حالهم شبيه بحال الجاهلية. فإذا انفرد المؤمن من بينهم بأن يتمسك بدينه ويعبد ربه ويتبع مراضيه ويجتنب مساخطه، كان بمنزلة من هاجر من أهل الجاهلية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا بمنهجه متبعا لسبيله. وهذا الذي حتى ورد الذي ينفرد بالطاعة من أهل المعاصي والغفلة، قد يدفع البلاء، قد يدفع بالبلاء على الناس لأجله، فكأنه يحميهم ويدافع عنهم. في حديث ابن نأخذ هذا ونكمل إن شاء الله الحديث. نعم، تفضل أبو عبد، حياك الله. أبو علي تفضل. استفسار الله يخليك. تفضل حياك الله. أكو واحد عنده سيارة. إي. وباحها. نعم. حولها باسم واحد باسم اللي اشتراها. إي. ورا سنة جاء ابنه من حتى من عنده. جاء ابنه قال تعال سيارة ولديتها، قال أبوها اشتريتها من أبوك. قال أبوي ما لي شغلة بيه. هذه اللي حصة بهاي السيارة. فهذا نزلها باعها. ايه. هذا اللي اشتراها وحولها باعها. ايه. وهذا قال تعال وديتها، قال رجعتها الراعيه، ما قال بعتها، اذا قلنا بعتها راح يسوي هوسه، قال رجعتها الراعيه، لابوك رجعتها الراعيه وعلى ابوك، قال تعال احلف. وحلف، حلف دين. شنو ذات الدين؟ يستغفر الله عز وجل، ها هي، يستغفر الله. يستغفر الله، يستغفر الله ويتوب. نعم. ماكو شيء يعني يدفع بديه؟ لا، عند جمهور الفقهاء فقط يستغفر الله عز وجل ويتوب. شكرا شكرا. حياك الله، حياك الله. وبالتالي كما نقول احيانا الذي يتمسك بالمنهج ويذكر الله ربما يدفع الله عنه البلاء، ربما عن بيته، عن شارعه، عن منطقته، عن بلده.
ورد في الحديث ذاكروا الله في الغافلين كالذي يقاتل عن الفارين، وذاكروا الله في الغافلين كالشجرة الخضراء في وسط الشجر الذي تحات ورقه من الصرير، يعني البرد الشديد. وذاكروا الله في الغافلين يغفر له بعدد كل رطب ويابس، وذاكروا الله في الغافلين يعرف مقعده في الجنة. وهذا ورد عن جماعة يعني في المتقدمين في منامهم كما يحكي ابن رجب، قال كأن ملائكة نزلت إلى بلاد شتى، فقال بعضهم لبعض اخسفوا بهذه القرية، فقال بعضهم كيف نخسف وبها فلان قائم يصلي، وبعضهم رأى في منامه من ينشد يقول لولا الذين لهم ورد يصلون، وآخرون لهم سرد يصومون، لدكت الأرض من تحتكم سحرا لأنكم قوم سوء لا تطيعون. وفي مسند البزار عن أبي هريرة مرفوعا مهلا عن الله مهلا، فلولا عباد ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا، لولا عباد للإله ركع وصبية من اليتامى رضع ومهملات في الفلات رتع صب عليكم العذاب الموجع. وقد قيل في تأويل قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض أنه يدخل فيها دفعه عن العصاة بأهل الطاعة. وجاء في الأثر أن الله تعالى يدفع بالرجل الصالح عن أهله وولده وذريته ومن حوله. وفي بعض الآثار يقول الله تعالى أحب العباد إلي المتحابون بجلالي المشاؤون في الأرض بالنصيحة الماشون على أقدامهم إلى الجمعات. وفي رواية المتعلقة قلوبهم بالمساجد والمستغفرون بالأسحار، فإذا أردت إنزال عذاب بأهل الأرض نظرت إليهم فصرفت العذاب عن الناس. يقول مكحول ما دام في الناس 15 يستغفر كل منهم كل يوم 25 مرة لم يهلكوا بعذاب عام. الآثار في هذا كثيرة لكن هذا هو المعنى. أجيب على ما تبقى من الوقت عن سؤال الأخ في قضية القصر والجمع. القصر والجمع من الرخص التي جعلها الله عز وجل لهذه الأمة، والأصل أن الصلاة تصلى في خمسة أوقات، الفجر معروف والظهر والعصر والمغرب والعشاء كل في وقته، لكن أباحت الشريعة لك رخصتان في قضية الصلاة. أباحت لك الشريعة رخصتين، الرخصة الأولى هي كون الجمع، فيحق لك أن تجمع في وقت السفر، في وقت المرض، في وقت الحاجة، ليس في السفر فقط إنما يقاس عليها غيرها. الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير، يعني الظهر مع العصر أو العصر مع الظهر، والمغرب والعشاء أيضا جمع تقديم أو جمع تأخير. هذا الجمع، الجمع أوسع من القصر، يباح في السفر، يباح في المرض، يباح في الحاجة، لكن بشرط أن لا تتخذ عادة. هذا الجمع. القصر لا، القصر أضيق، لا يكون إلا في السفر. وفي السفر إذا سافر الإنسان، نعم نأخذ اتصال إن شاء الله ونكمل. تفضلوا حياكم الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. شيخنا شلونك يا هذا؟ شلون صحتك؟ حياكم الله. الله. أهلا وسهلا. الله يسلمك. عندي أسئلة. أي. شيخنا. أي تفضلي. عندي ولد عاق وسوى مشكلة ودخل بالسجن. نعم. وعنده بنية أنا ربيتها لعمر 12 سنة. نعم. وبعدين أمها جتني أخذتها وهو خال أمانة برقبتي، ما أدري حلال حرام هذا؟ لا، هذا السؤال الأول. أمها حق بها. نعم. أي هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لصلاة الليل وصلاة الضحى، أقيم الأذان الإقامة لو رأسا أن أنوي نية؟ لا قبل تنوين وصلي، لأن هاي ما بها إقامة. ما بها إقامة، الإقامة فقط للفرائض. والديك حياك. رحم الله والديك. رحم الله والديك. وأنا عفو شيخنا أطول عليك. لا عندي على ابني بالصلاة بإنما الله يطفيه ويجيب لي خبره من رب العالمين إنما مات وخلص منه، حلال وحرام؟ لا يعني يدعي الله عز وجل يعني يهديه. والله يا ابني أذاني كلش، بهذني حطمني.
يعني هو النبي قال لا تدعوا على أبنائكم، وكان عندنا بعضهم يدعو اللهم اهديه فإن لم تهديه فاخفيه، بعضهم يدعو هكذا. لكن يعني حرام، يعني حرام إذا أقول الله يقص فيه حرام؟ لا، ادعي الله يهديه، ادعي له بالهداية. إذا الله هداه وصار خوش آدمي وجاج، ايش تترجين؟ بلكت الله يهديه ويصلحه. يعني قصدي يعني مو حرام إذا ندعي عليه بالإبصاء؟ لا ما يجوز شرعا، لا ما يجوز شرعا، ما يجوز شرعا. لا ادعي له بالهدايه، اذا الله هداه وصار خوش ادمي وجاش خوش ادمي، ايش تترجين بعد؟ افضل ما الله يخفي. احمد الله وجهك. بالنسبه لبنتها، امها احق من عندي، مو صحيح؟ اذا امها، طبعا اذا امها جيده وما عندها مشاكل طبعا هي احق بها من غيرها. اي هي مو بالعراق، اخذتها بالخارج، راحت هي عايشه بالخارج. اذا تحسن تربيتها وكذا لا باس يعني. اي بعد انا، بعد انت ولادي، بعد انا ايش مدريني هي بالخارج، ايش مدريني بها انا ما عندي. امها عموما، هي امها اولى بها منك، امها اولى. رحم الله والديك، رحم الله والديك، رحم الله والديك، مشكور. حياك الله. هلا بك. اما قضيه القصر، يعني نختم في هذه الدقيقتين. الإنسان عند جمهور الفقهاء إذا تجاوز 80 كيلومتر، بعض مشايخنا يقول لا، إذا تجاوز 60 كيلومتر 50 كيلومتر أيضا يلحق بها، وهذا أيضا لا بأس به، لأن لا يوجد أي دليل قاطع في هذه المسألة، كلها مسائل يعني دليل ظني. فإذا تجاوز أي مكان يعتبر سفر، يعني بعيد منطقة أخرى، ذهب إلى هذه المنطقة الأخرى ونوى الإقامة فيها أسبوع 10 أيام، عند الحنفية 15 يوم، يلا يعتبر، يعني إذا أكثر من 15 يوم يلا يعتبر مقيم. إذا دون ذلك يعتبر مسافر، له حق أن يصلي الرباعية اثنين، يعني الظهر العصر العشاء يصليها اثنين مع رخصة الجمع عند جمهور الفقهاء، ظهرا أو عصرا يحق له ذلك. من يرجع لمنطقته، من يدخل حدود بلدية بيت الساكن به، تنتهي عندها الرخصة، رخصة الجمع ورخصة القصر. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.